نيجي بقى لباكين والرقابة المالية بتدرس عرض مقدم من شركة الأصباغ الإماراتية لشراء باكين المصرية للدهانات، رأيك إيه في هذا العرض؟ عرض كويس جدا، لان ده ناس بتوع البيزنس وهم بيشتروا ده، لان هي اوبورتيونتي كويسه ان هي عندهم المصادر اللي بيصدروا لها، فايتس فيري جود اوبورتيونتي بالنسبه لهم. بس هي السايز بتاع باكين كله الترانزاكشن مش برقم كبير، ف يعني اتس جود، يعني اتس جود تو هابن. ده احنا هنا بنتكلم على استحواذ بنسبه 100% مش كده؟ مظبوط مظبوط. فده هيكون رقم كبير اظن، لان القيمه لا مش كبير، مش مش كبير قوي. لا هي القيمة السوقية الباكين 787 مليون جنيه، which is يعني مش حاجة ولا كبيرة. حاجة، 20 مليون دولار. 816 مليون جنيه، دول كام دولار؟ دول رقم، ما فيش 25، ما يجيش أقل من ما يجيوش 25 25 مليون دولار، 28 مليون دولار مظبوط، أو 29 مليون دولار تقريبا. ولكن تقريبا ده عرض مهم، لأن كويس ده هيدي يعني فاليو ادد، او هيدي يعني قيمه مضافه كويس للشركه الحقيقه، وهيعمل يضخ استثمارات في الشركه. اكيد اكيد. كل دي بتبقى بوزيتيف ستيبس، وكل دي حاجات بتساعد ان الدنيا تدور. احنا اهم حاجه عندنا دلوقتي اللي اعتقد الحكومه هتكون منتبهه ليها، احنا عايزين سرعه تنفيذ، عشان احنا كلنا متعطشين ان الحلقه تدور. مش مهم السعر، مش مهم اجيب اعظم سعر زي ما الحكومه ده دفنتلي عايزه، قد ما مهم ان انا هيبقى عندي كل اسبوع ترانزاكشن او كل اسبوعين ثلاثه ترانزاكشن بالسنه.